بعلمه انه ازاي يدير المشاعر بتاعته، ازاي يعبر عن المشاعر بتاعته، ويجي يحكي لي ويقول لي واقول له ازاي يتعامل مع الشعور اللي هو حاسه. انت دلوقتي متضايق مخنوق، طيب ايه اللي خلاك متضايق ومخنوق؟ ليك اصحاب تانيين، ودي تاني خطوة ان احنا نشجعهم يكونوا علاقات ايجابية سواء مع زملاء او اصدقاء تانيين، او ان يكون لي اصدقاء وعلاقات جوه العيلة او الاسرة اللي هو موجود فيها. فلما نعلمهم يبنوا علاقات ايجابية واجتماعية سواء مع اصحابهم او جوه الاسرة، ده يحميهم من الاطفال اللي بيتنمروا عليهم. ثالث حاجة انه احنا نخلي الاولاد عندهم ثقة بالنفس لما نديهم مساحة من الاستقلال. حبيبي تصرف في دي وحدك، انا واثق ان انت هتعرف تتصرف. روح اشتكي المدرس بتاعك او قل له انا في حد من الاولاد قال لي كلام مش كويس، خلي المدرس يساعدك. فنساعدهم او خلينا نقول كده بنزقهم يبقوا مستقلين وبياخدوا قرارات في حياتهم، فيبدأ يحس انه ده انا بقدر اتصرف في المواقف الصعبة. حاجة كمان مهمة واحنا بنتعامل مع الاطفال انه يديروا الضغوط اللي بيتعرضوا لها، انه انت حبيبي دلوقتي جوه المدرسة مين اكتر حد ممكن تروح له؟ طب لو انا بتعرض لده في الشارع اتصرف ازاي؟ الطرق اللي بتساعد الاطفال ان هم يواجهوا الاطفال التانيين اللي بيتنمروا عليهم هتخليهم يبنوا ثقة في نفسهم، فيقدر يمر من الازمة بتاعة التنمر. بنقول للطفل اللي بيتعرض لتنمر لو حد قالك كلمة مش كويسة رد وقول له. يعني خلينا ناخد مثال عشان نفهم اكتر. لو انا طفل بشرتي سمراء، او خليني احكي لكم موقف من المواقف اللي انا نفسي تعرضت لها وانا طفله صغيره. انا بشرتي سمراء عن باقي اخواتي، فكان دايما يتقال في العيله كده نيفين السمراء. ماما كانت بتستخدم الكلمه دي بشكل ايجابي قوي، كانت تقول لي السمار نص الجمال، فكاني حولت الحاجه اللي الناس شايفاها مش حلوه لحاجه حلوه، فشجعتني. الله، يعني انا حلوه؟ يعني انا جميله زي باقي اخواتي والولاد قرايبنا؟ تقول لي انت جميله، بصي كمان دي مراخيرك صغيره، بصي كمان. وكانت تقعد تسميلي في الحاجات الحلوه اللي موجوده جوايا. السلوك ده او الطريقه دي وانا صغيره ما كنتش عارفه قيمه ده قوي، بس خليني اقول لكم واكد عليكم كاباء وامهات، الاولاد بالنسبه لهم مصدر الثقه الاساسي الاب والام. يعني لو كل الناس قالت انه طفلك مش حلو وانت شايفه حلو وبتقول عليه كلام حلو، الطفل بيصدقك. حتى لو جه قالك انا صحابي في المدرسه بيقولوا لي انا وداني طويله وداني وحشه، حبيبي ده ودانك شكل ودان بابا، شايف ودان بابا حلوه وجميله ازاي؟ الطريقه دي بنقول له انت مختلف عن اصحابك، بس الاختلاف ده حلو ومقبول، مفيش حد فينا نسخه تبقى تيبيكال من حد تاني، وانه الاختلافات دي اللي موجوده عندنا كلنا هي حاجات بتميزنا بايجابي مش بطريقه سلبيه. لو انا طفل وبتعرض لتنمر، قول للطفل التاني اللي قصادك وانت باصص في عينه، لا ما تقوليش الكلمه دي. انا مراخيري كبيره، ما انت كمان عندك مراخير صغيره. وكاني بقول للطفل خد السلوك او اتعامل معاه من غير ما تخاف، من غير ما تجري، من غير ما تهرب، واجه من غير عنف. انت مش مطلوب منك تكون عنيف عشان ما تعملش نفس السلوك الغلط اللي بيحصل ضدك، مطلوب منك ترد بثقة وبفرح وبهدوء قصاد الطفل اللي بيتنمر عليك، وتقوله دي حاجات علشان ربنا خلقني كده، دي خلقة ربنا. لو مش عاجبك ممكن تقول لربنا هو انت خلقته ليه كده. مفيش طفل بيتولد متنمر، يعني هو سلوك الأطفال بتتعلمه. طب إيه اللي يخلي طفل يكون بيتنمر على أصحابه وطفل تاني لأ؟ عادة الطفل المتنمر هو طفل بيتعرض لتنمر، يعني ممكن يكون بابا أو مامته بيستخدم نفس الإسلوب أو الطريقة دي معاه في البيت، ممكن يكون المدرس اللي عنده في المدرسة دايماً بيقول له يا فاشل أو أنت الولد الشقي، أو يقول له أنه أنت أبو شعر منكوش تعالى هنا، الولد الطويل يجي هنا. فهو عادة بيستخدم نفس الطريقة اللي بتتم معاه مع أصحابه. الحاجة الثانية أن الطفل المتنمر ممكن يكون مجرد تقليد للسلوك ده، شاف انه ده حاجة مثلا زي السوشيال ميديا، حاجة ترند كده وكل الأولاد بيتريقوا على بعض، فأنا بقى ولد روش وطفل حلو وفاني فبقلد نفس السلوك. الحاجة الثالثة ممكن يكون الطفل بيتنمر علشان ياخد ثقة المجموعة اللي موجود معاها. عادة يبقى عايز يبقى عنده شعبية، عايز يكون انه كل الأولاد اللي حواليه بيحبوه ويظهر وسط المجموعة
ويكون الطريقة اللي هيظهر بيها هي أنه يتنمر أو يستخدم السلوك العنيف ده مع أطفال تانيين. حاجة كمان أنه الأطفال اللي بيتعرضوا لحماية زايدة من الأب والأم عادة بيبقوا عايزين يكسروا القيود ده أو يفكوها، فبيستخدموا التنمر على أصحابهم علشان يحسوا أنه أنا دلوقتي اللي مسيطر وصاحب السلطة، اللي بيستخدم حاجات تخليه هو اللي بيدير الموقف وهو اللي قوي في الموقف، زي ما بابا وماما في البيت أقوياء وبيديروا البيت أو بيديروني أنا جوه البيت ده. كمان الطفل المتنمر أوقات ما بيعرفش قد إيه الكلمات أو السلوك اللي بيعمله ضد زميله بيأثر في زميله بشكل سلبي. هو مش عارف الأثار السلبية اللي بيسيبها التنمر اللي هو بيعمله على زميله. لو احنا وعينا الأولاد بأضرار التنمر وكلمناهم قد إيه ده بيأثر في أصحابهم وأصدقائهم، بعتقد كتير من الأولاد هيبطلوا السلوك ده.